أطلقت شعبة الرقابة الصحية في قطاع الرمادي قبل أيام جولة صحية في أسواق المدينة للإطلاع على مدى التزام أصحاب المحال التجارية المختلفة بالتعليمات والإرشادات بخصوص الإجازات الصحية، وكذلك أهمية مراقبة تاريخ انتهاء صلاحية المواد الغذائية أي الإكسباير. بشير الحسن والتفاصيل. سلامة الأغذية أحد المتطلبات الأساسية لصحة الإنسان، ومن أجل تأمين هذه السلام قامت كوادر الرقابة الصحية في قطاع الرماد الثانية بجولة في أسواق مدينة الرماد للاطلاع على مدى التزام أصحاب المحال التجارية المختلفة بخصوص الإجازة الصحية وتاريخ انتهاء مدة صلاحية المواد الغذائية المستهلكة. قام كادر شعبة الرقابة الصحية في قطاع الرمادي الثاني هذا اليوم بجولة على المحلات العامة الموجودة في شارع 20 ضمن مركز مدينة قضاء الرمادي للاطلاع على التزامهم بالتعليمات الصادرة لهم قبل شعبة الرقابة الصحية ووجود الإجازات الصحية الكاملة والبطاقات الصحية للعاملين في هذه المحلات التجارية، محلات العامة ومحلات المواد الغذائية والمولات. وتم ضبط بعض المواد المنتهية الصلاحية وإتلافها إتلافا موقعيا، وهذه الجولات هي جولات مستمرة الهدف منها متابعة المواد الغذائية الموجودة في الأسواق وتقديم أفضل المواد الغذائية للمواطن. شملت الجولة تفقد المحال الغذائية والقصابة والمطاعم والأفران ليتم العثور على مواد غذائية منتهية الصلاحية وعدم توفر الشروط الصحية لعدد من محال القصابة كتبت على أبوابها أغلقت المحال بأمر من الصحة. مواطنون أنباريون أبدوا ارتياحهم عادين هذه الخطوة بالإيجابية. احنا كمواطنين نفرح من نشوف الكادر الصحي يدخل من محل إلى محل إلى مطعم إلى مطعم إلى كافتيريا إلى غيرها أو علوة خضرة أو غيرها، من يشوف هذا المواد الإكسباير يجبرهم أن يذبوها برا بالشارع أو يتلفها أو يحرقها. فالمواطن من يشوف طلع من محل يقول هذا المحل ما الصحة طلعت منه وهو جيد جدا. زارتنا الصحة بكادرها الكامل والحمد لله والشكر، ما لقيت فد شيء يعني غير ملائم. سمعنا طبعا بعض توجيهاتهم الاخوه اللي فد شغلات نورونا بها، واحنا ان شاء الله راح نطبق مثل ما يريدون. والله خطوه ناجحه، ونتمنى من كل فرين، صاحب فرين، صاحب مطعم، صاحب سوبر ماركت، ان يتعاون مع الصحه، لان الصحه هي اساس المجتمع واساس البيئه. من أكثر الأسباب انتشاراً نتيجة انتهاء مدة الصلاحية وعدم توفر الشروط الصحية هو التسمم الغذائي الذي تظهر عواقبه في فترة قصيرة جداً، لذا تقع على الجميع مسؤولية الالتزام بالتعليمات التي تطلقها شعبة الرقابة الصحية حتى لا تصبح مجرد حبراً على الورق. لبرنامج شمس الفلوجة، بشير الحسن.